تعال نشوف الذوقيات جوه البيت ازاي. هتلاقي شاب دلوقتي ايه قاعد في بيته ومولع ابوه وامه في الغرفه اللي جنبه وهو مولع التلفزيون على الاخر، او اخته بتذاكر في الترابيزه اللي جنبه او في الحجره اللي جنبه وهو مولع التلفزيون على الاخر، او مولع مش عارف دي في دي وايه وعامل قلب الدنيا في الاوضه. بص النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما. ايه بقى بيسلم ازاي؟ جاي بالليل فيسلم ازاي؟ التسليم بتاعه شكله ازاي؟ لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. شوفوا ايه ده؟ شايف؟ يا جماعه مش حكايه ايه؟ في واحد بقى تاني ممكن يخش داخل بالليل بس احنا لازم نسلم. السلام عليكم وايه؟ اصحوا انا بسلم عشان ايه يعني عشان السلام عليكم يعني. لكن بص النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. في ناس كتيره يقول لك انا بصلي بالليل، فمثلا اخوه في السرير اللي جنبه وهو بيصلي بالليل فعايز يتعبد فايه فمعلي صوته على الاخر، او مراته مش عارفه تنام وايه، ولو حد قال له من فضلك وطي صوتك عايزين ينام، انتوا ما عندكوش دم، انتوا حد قال لكم تناموا دلوقتي ده وقت عباده، قوموا صلوا قيام الليل. انا مش بتكلم على الفجر، انا بتكلم على 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 قيام الليل. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعبد، كل حاجه هتبص تلاقي لها اصل وتلاقي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا من الليل، يصلي بالليل، يصلي بصوت يؤنس اليقظان ولا يسمع النائم ولا يوقظ الوسنان. يعني شوف يؤنس مش يسمع، يؤنس اليقظان ولا ايه ولا يوقظ الوسنان. شوفوا ذوقيات اللغه العربيه، حتى اللغه العربيه فيها ذوق. شوفوا الكلمات فيها ذوق ازاي، يؤنس اليقظان. فمين يتعلم كده؟ كنا اهي ذوقيات. تعالوا نشوف ذوق ثاني من الذوقيات اللي ممكن تكون في البيت. بهدلت البيت والبيت مش متوضب، وده بنطلون مرمي هنا، ودون فرد الجزمة ما تعرفش الفردة بتاعتها الثانية فين، يمكن تبقى في العربية ولا حاجة، ودون مش عارف ايه، ودي ورق مرمي في الحتة الفلانية. بيت يعني اخر لخبطة. فواحد يقول لي ايه علاقة ده بالدين؟ يعني ملهوش علاقة. لكن اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله طيب يحب النظافة، كريم يحب الكرم، فنظفوا افنيتكم. شوفوا المعنى، شوف النبي داخل معانا لغايه فين وبينصح لغايه فين. يعني تعالوا ننتقل لحاجه اخص، علاقه الزوج بزوجته، العلاقه الخاصه، المعاشره الزوجيه، حتى دي ذوقيات الاسلام دخلت فيها. فتلاقي من الخطا الشديد يعني ان لا يقدم الرجل من الود واللطف في معاملته مع زوجته قبل المعاشره. يعني في ناس ما تفرقش معاها الكلام ده، لكن تخيل القران يهتم بقضية زي كده فيقول لك وقدموا لأنفسكم، وهو بيتكلم على علاقة الرجل بزوجته فيقول لك ابدأ بالود وابدأ باللطف وابدأ بالكلمات الرقيقة، وقدموا لأنفسكم. فتخيل يهتم القرآن كتاب الله عز وجل بجزئية زي دي، مين يتخيل ان الدين يهتم بجزئية زي دي؟ شفتوا يا جماعة ان احنا انا كل شوية بقوم راجع ومأكد على نفس النقطة، إن هذا الذوق ده ديننا يا جماعة، ده ديننا.